أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال ثالث الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام التي عقدت بمؤسسة دار الهلال أن جهدا كبيرا يبذل الآن في إعداد مقترح كافة الجلسات التحضيرية للمؤتمر والتي تأتي بالتعاون بين مؤسسات الدولة كافة. نعم، الجلسة جاءت بمشاركة شبابية حيث استعرضت رؤية الشباب وعلاقة السوشيال ميديا بالشأن العام. بحضور شبابي متنوع من طلاب الجامعات المصرية وغيرهم، الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام تأتي للتعرف على رؤيتهم في مختلف القضايا التي تشغل أذهانهم والاستفادة من الشباب المتميز علميا وفكريا وثقافيا للمشاركة في اللجان التحضيرية للمؤتمر. في الوقت الحالي قضايا كتير تشغل الشباب، من ضمنها ان احنا كنا نحس ان احنا عايزين صوتنا يتسمع، في ناس مهتمة بينا، الأنشطة اللي احنا بنمارسها تبقى في اهتمام عليها وفي ضوء متسلط عليها قوي، ودي يمكن كان اكتر حاجات او اكتر قضية بتشغلنا كشباب، ان احنا نحس ان الدولة كلها مهتمة بينا وانها انظارها ملتفتة حوالينا. مشاركة الشباب بتعمل على تطوير العقل المصري، فبالتالي الشباب الاكتيفيتي بتاعته بتبقى عالية جدا، فبيساعد النواب او المحافظين في تطوير الاعمال الموجودة من للوطن. هيبقى شيء جميل جدا وعظيم جدا في ان احنا نتيح فرصة لكوادر جديدة فعالة ومؤثرة بشكل كبير جدا في تطوير مصر ان شاء الله رب العالمين لخطوات جاية احسن بكتير. الشباب ما لم يجدوا ثقافة النوري فسيبحثون عن ثقافة الظلام، لطالما تأكدت المقولة، فوجب على المعنيين بمفهوم الشأن العام الصحيح توصيل المعلومة والمفاهيم الصحيحة للشباب. لم نأتي هذا اليوم لنعلم الشباب، وإنما جئنا لنستمع إلى رؤى الشباب ولنفيد من هذه الرؤى ولنجد ونقوم بتفاعل مجتمعي حقيقي بين الشباب وبين المسؤولين وبين القيادات الفكرية والثقافية. دولة قوامها 60% من الشباب، فلازم يكونوا مشتركين ومشاركين في كل الفعاليات والأحداث اللي بتحصل في البلد، لأن ليهم دور فاعل يعني على الأرض. وإحنا محتاجين نسمع الشباب، يعني ما نطرحه من أفكار ومن رؤى محتاجة تنزل للشباب عشان نعرف رأيهم، يمكن إحنا بنتكلم لغة مختلفة عن لغة الشباب. ضرورة كشف ازدواجية الجماعات الإرهابية وإعمال لغة العقل والثقافة والفكر المستنير لمواجهة الفكر بالفكر. تختتم الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام بتأكيدات المسؤولين. مع الشباب تأتي الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام بمشاركة العديد من الوزراء والقامات الوطنية والمتخصصين، مؤتمر يسعى القائمون عليه وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية بوضع ضوابط ومقومات للحديث في الشأن العام من خلال التأهيل والتثقيف الوطني الجاد ووضع حالة تثقيفية وتوعوية في المجالات كافة. من مؤسسة دار الهلال وليد هيكل التلفزيون المصري.